إعصار يقترب من العرب. التفاصيل بعد هذا الفاصل. في ساعة صباح يوم الجمعة الأول من شهر تشرين، أول شهر عشرة لهذا العام عام 2021، تطورت منظومة مدارية إلى عاصفة مدارية كما تشير صور الأقمار الاصطناعية في الجزء الشمالي الشرقي من بحر العرب، وسميت وأطلقت التسمية الرسمية عليها بالعاصفة شاهين. هذه المنظومة المدارية والعاصفة المدارية تقبع حاليا في هذه المناطق وتهدد دولا في مسارها المقبل، ستحدث عنه بعد قليل. إذن ماذا نتوقع من هذه العاصفة المدارية وما هو الحالة الحالية لها؟ سنتحدث عنها في هذه النشرة الجوية الخاصة. إذن القراءات الحالية لهذه الحالة المدارية هي من درجة العاصفة المدارية، وهي درجة واحدة فقط تفصلها عن الإعصار من الدرجة الأولى، 34 إلى 63 عقدة سرعة الرياح. مسار هذه الحالة نحو الشمال الغربي سنتحدث عنه بعد قليل، وأطلق عليها الاسم شاهين بشكل رسمي. كما نلاحظ الحركة متوقعة إلى داخل بحر عمان. إذن ماذا ينتظر هذه المنظومة المدارية عند تحركها باتجاه هذا المسار؟ ما ينتظره هو أمرين هامين سيساهمان حتما في زيادة قوة هذه المنظومة المدارية، التي ربما ونشك أننا سنتحدث عن إعصار من درجة أولى قريبا جدا. الأمر الأول أنها ستعبر فوق مياه ساخنة للغاية، تصل إلى درجة حرارتها إلى ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية، وهي تمثل بمثابة الوقود لهذه الحالات المدارية لتطور أكثر وأكثر. وهنا نتحدث عن تطور من العاصفة المدارية إلى مستوى من الإعصار من الدرجة الأولى. الأمر أيضا الآخر الهام ذكره هنا بأن فوق هذه المنظومة المدارية في طبقات الجو العليا تسود ما تسمى بهدوء لرياح القص. رياح القص هي رياح تتعامل عكسيا مع الحالات المدارية، أي أنها تقوم بثبط نموها وتحبيط نموها، ولكن عند هدوئها تساهم أكثر على نمو هذه المنظومة المدارية إلى درجات متقدمة. وهنا نتحدث عن عاصفة مدارية تتحول إلى إعصار من درجة أولى، سنشاهد بعد قليل وخلال قادم الساعات ماذا سيحدث، لكننا نتوقع إلى تطور إلى الدرجة الأولى في خضم كل هذه الميزات التي يمر بها هذه الحالة المدارية شاهين فوق مناطق خصبة جدا للتطور. إذن ماذا نتوقع؟ نتوقع مع ساعات صباح يوم السبت أن نتحدث عن دخول هذه المنظومة المدارية على شكل عاصفة مدارية أو ربما إعصار من درجة أولى إلى بحر عمان، وذلك يهدد جميع الدول التي تطل على هذا المضيق أو هذا البحر. نتحدث عن سلطنة عمان، أيضا السواحل الشرقية لدولة الإمارات، وأيضا إيران، وربما حتى أيضا باكستان. هذه المناطق جميعها إن لم تتأثر بشكل مباشر بالحالة المدارية الآن، مجرد دخولها إلى بحر عمان نتحدث عن أمواج عالية جدا، نتحدث عن بحر هائج، ونتحدث عن يعني أمور من ناحية البحرية تصبح خطرة في هذه المناطق نتيجة ارتفاع كبير في سرعة الرياح وأيضا ارتفاع الأمواج. طبعا النماذج الجوية الحاسوبية المحوسبة تدرس وترسم مسارات مفترضة لهذه الحالة المدارية بشكل حاسوبي، وتتحدث كل تقريبا 6 ساعات، وسنصعدها الآن سويا ماذا سيكون معها. إذن شاهين يقبع هنا في شمال شرقي البحر العرب، نتحدث أنه سيدخل إلى داخل بحر عمان خلال أقل من تقريبا 12 إلى 18 ساعة. هذه مسارات مختلفة لحاسوبية طبعا لمراكز مختلفة. نلاحظ أنه جميعا تقريبا أصبحت ترسم بأننا نتحدث عن دخول إلى بحر عمان ومن ثم ميلان نحو الاتجاه الغربي، أي أنها ستدخل إلى داخل سلطنة عمان. الجميع تقريبا يتفق على أن الدخول سيكون من البوابة الشرقية لسلطنة عمان المطلة على بحر عمان. تحدث عن مسقط ربما، والمناطق المحيطة على مسقط ستكون في الضربة المباشرة لهذه الحالة المدارية والتأثيرات المباشرة لها. يدخل وتدخل هذه العاصفة أو المنظومة المدارية إن كانت عاصفة أو إعصار حينها إلى داخل جبال الحجر، ومن ثم إلى الجزء الجنوبي الغربي من دولة الإمارات. وطبعا يعتبر هذا المسار هو التأثير المباشر لهذه الحالة المدارية. ماذا يعني تأثير مباشر؟ نتحدث عن أمطار غزيرة جدا، نتحدث أيضا عن رياح قوية، نتحدث عن سيول وفيضانات أحيانا وجريان للأودية والمنحدرات، ونتحدث أيضا عن ارتفاع كبير في الأمواج في المناطق الساحلية. هذا هو ما هو متوقع حتى اللحظة بالنسبة لهذه الحالة المدارية. هناك تأثيرات ثانوية للحالات المدارية تأتي في المناطق
التي تقع خارج المسار الرئيسي. تحدث عن أمطار متفرقة، لا تكون في هذه العادة الأمطار مثلا خطرة، لكن نتحدث عن أمطار متفرقة، لكن نتحدث مثلا عن رياح قوية، أمطربة مثارة. ولكن أهم ما في ذلك كله هو ارتفاع مستوى مياه البحر والأمواج في السواحل القريبة من الحالة المدارية. نتحدث هنا عن سواحل الفجيرة في دولة الإمارات على سبيل المثال، وهذه المناطق جميعها ربما تشهد ارتفاعا واضحا في الأمواج. بعض النماذج الحاسوبية كما تلاحظون هنا باللونين مثلا الأصفر والأخضر، وهي تابع مثلا لمركز خاص في البحرية الأمريكية، تتوقع مسارا لم يحدث من قبل، وهو أن تخرج مرة أخرى هذه المنظومة المدارية من داخل دولة الإمارات باتجاه الخليج العربي لتعاود التطور والدخول مثلا على دولة قطر. نعتقد أن ذلك لم يحدث من قبل ونستبعد هذا المسار، لكن لا يوجد شيء مستحيل أمام هذه الحالات المدارية، فهي تحتاج إلى المراقبة الحثيثة، وهي أنظمة لا تخضع كثيرا لما هو سابق في والأرشيف فيما حدث من قبل. فمثلا هذا الدخول إلى بحر عمان في هذا الوقت من العام لهذه الحالة المدارية أعتقد أنه يعتبر الأول على مر السجلات المناخية لهذا الوقت. دخل قبل ذلك منظومات جوية مثل الإعصار جونو الذي ضرب سلطنة عمان في عام 2007 من الدرجة الخامسة، لكنه دخل في شهر 6، ولم يدخل أعتقد من قبل إلى بحر عمان منظومة مدارية في شهر 10، وبالتالي لا شيء يعتبر مستحيل. ولكن المسار الأبرز أن هناك ميالان لهذه الحالة عند دخول إلى بحر عمان، وبالتالي تدخل إلى سلطنة عمان من البوابة الشرقية، ومن ثم إلى منطقة جنوب غرب الإمارات، ومن ثم الربع الخالي داخل المملكة العربية السعودية. طبعا كميات أمطار تحدث هائلة مع هذه الحالة، نتحدث عن طبعا أمطار كبيرة جدا الآن تخطو فوق المنطقة الشمالية الشرقية لبحر العرب. ولكن مع دخول المسار الأرجح كما تلاحظون مناطق السواحل الشرقية لبحر لسلطنة عمان، نتحدث عن كميات أمطار قد تفوق 100 مليمتر مثلا، هناك المزيد من الأمطار على جبال حجر، وأيضا أمطار أقل كلما دخلنا إلى الداخل حيث تفقد خصائصها هذه المنظومة المدارية. نتحدث عن أمطار غزيرة في جنوب غرب الإمارات، ربما تصل إلى بعض المناطق الساحلية، لكن ذلك نوعا ما بعيد نتحدث عنه كون الحالة ما زالت تحتاج إلى المزيد من الوضوح في كيفية تأثيرها بشكل وآخر على المناطق المحيطة عن المسار الرئيسي. تابعوا طقس العرب عبر تطبيق طقس العرب، أو حتى على الموقع الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد. فهنا في مركز طقس العرب نتابع عن كثب هذه الحالة المدارية، سنقوم بإرسال لكم الإشعارات أولا بأول حول آخر التطورات، أيضا تنبيه هام للسكان في هذه الدول إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية صادرة من دوائر الأرصاد ومراكز الأرصاد في تلك الدول، والنصائح التي ستتم من قبل أو سيتم بثها من قبل الجهات المختصة. لا يمكن الاستهانة بمثل هكذا حالات جوية، أرجوكم حافظوا على سلامتكم والاستماع إلى النصائح المختلفة، ونتمنى طبعا دائما السلامة لكم جميعا. دمتم بخير، إلى اللقاء.